بيني قالت لابويا خطفوني ثلاث رجال وزيادة. الأول جميل وجماله فوق الحسن وزيادة، والثاني غني وغناه فوق المال وزيادة، أما الثالث فقير، أما الثالث فقير وفقر فوق الفقر وزيادة. قال لها يا بنيتي لو تزوجت الجميل يزيدك حسن وزيادة، وإن تزوجت الغني يزيدك مال وزيادة. بس خلي بالك من الفقير، من الكحيان الفقير ليزيدك علي ثلاث نسوان وزيادة، وانت زوجت الجميل ليعشقن علي عشر نسوان وزيادة. بس لو تزوجت الفقير، لو تزوجت الفقير لعيش وياه لعيش وياه لعيش وياه.